تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أناب سموه معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل تكريم مجموعة قوة الواجب الخاصة 10 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيق ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك صباح اليوم بالحرس الملكي. فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقباله سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي. وبعد عزف سلام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تفقد معاليه طابور العرض الذي اصطف لتحيته، وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيمة. ثم ألقى سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة. أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب المعالي، نرحب بمعاليكم أجمل ترحيب، ويفتخر الحرس الملكي في هذا اليوم بتفضل معاليكم بتكريم أبنائكم في قوة الواجب 10. ثم تفضل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاصة 10 التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. وبهذه المناسبة عبر معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء. ونقل معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إليهم تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. كما أشاد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب الخاصة التابعة لقوة دفاع البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وأقدام، داعيا معاليه الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من جميع القوات الشقيقة. حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.